اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب الجود والإنعام، نواصينا بيدك يا رحمن الدنيا والآخرة، وقلوبنا بين يديك يا الله، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارفع عن أمة محمد البلاء، اللهم ارفع عن أمة الإسلام الوباء، اللهم أذهب الغمة عن الأمة يا الله، اللهم افتح لنا بيوتك في الأرض يا الله، اللهم اجعلنا ممن يسمعون قد قامت الصلاة، اللهم إنا قد اشتقنا إلى ديارك يا الله، اللهم إنا قد اشتقنا إلى ديارك يا الله، اللهم افتح لنا محاريبك يا الله، اللهم إنا قد اشتقنا إلى السجود بين يديك في بيوتك يا رب، اللهم إنك أنت القائل بيوت في الأرض المساجد وزواري عمارها، فلا تحرمنا زيارة بيوتك يا رب، اللهم اجعلنا ممن يكونون ضيوفا عليك وتقبلهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل سائر أعمالنا، اللهم اجعلنا من الصالحين السعداء في الدنيا والآخرة يا الله، يا رحمن الدنيا والآخرة لك العتبى حتى ترضى، ارضى عنا يا رحمن يا رحيم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا نقوى على عقابك يا الله، فارحمنا برحماتك التي وسعت كل شيء يا رحمن الدنيا والآخرة، أذهب عن الأمة البلاء والوباء والغمة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا بين يديك ضعفاء، اللهم إنا بين يديك أزلاء، اللهم إنا بين يديك في حاجة إلى عطائك، فامنن علينا يا حنان يا منان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب وخطيئة ومعصية يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما مضى في سنواتنا يا رب، واجعلنا من عبادك السعداء فيما هو آت يا رب، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اجعلنا ممن يحظون بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل شيء يقربنا إلى حبك يا رب، اللهم ارزقنا حب نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حوضه يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا في زمرته وفي صحبته يا رب العالمين، اللهم إذا أردت لنا موتة فاجعلنا ممن يموتون على خير يا رب، اللهم اجعل الإسلام هو دارنا والإسلام هو إيماننا والإسلام هو حياتنا يا رب العالمين، أمتنا عليه كما أحييتنا عليه يا ذا الجلال والإكرام، بارك اللهم لنا في الأموال والأولاد والزوجات يا رب العالمين.